السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقب الهدوء. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أستعرض لك الهاتف محمول سامسونج جالكسي ألفا. هذا الهاتف يعتبر أول هاتف من سامسونج يستخدم الإطار المصنوع من الألمنيوم. الهاتف خفيف الوزن وبسماكة ممتاز جدا. قاعدين نتكلم عن 6.7 ملم وزن كامل لهذا الهاتف المحمول، هو 115 جرام. لاحظ أنه هذا الوزن راح يخلي هذا الهاتف خفيف ويمكنك حمله لفترات طويلة جدا. الهاتف أيضا يملك عدد من المواصفات المتوسطة ليست الخارقة، يدعم تقنية البصمة، يدعم تقنية مستشعر دقات القلب، لكن البصمة الموجودة في هذا الهاتف راح تكون محدودة، راح تكون من ناحية الوظائف محدودة مقارنة بجالكسي 5. أيضا من جهة خلفية لو تلاحظ أنه مستشعر دقات القلب أصبح في الجهة الجانبية بدل ما كان في الجهة السفلية من الكاميرا الخلفية. الكاميرا عندك هنا 12 ميجا بكسل، أول مرة سامسونج تدخل إلى عالم الكاميرات ب 12 ميجا بيكسل. الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع اللي هي من نوع كات 6 والتي تصل سرعة 300 ميجا بت بالثانية. عندك هذا الهاتف أيضا هو أول هاتف يستخدم شريحة النانو سيم مثل الآيفون 5S، مثل ما شفنا في الـ HTC 1MA. بقي أمر آخر، نظام الأندرويد الموجود في هذا الهاتف هو 4.4 المعروف باسم الكيت كاب. طبعا عندك الذاكره شويه 2 جيجا بايت، والسعه الداخليه 32 جيجا بايت من دون وجود منفذ للذاكره الخارجيه. البطاريه عندك هنا 1860 ملي امبير. هذا هو ابرز المواصفات الخاصه بهذا الهاتف. تصميمه جميل، لا زال متمسك بمساله البلاستيك الموجود في الجالكسي 5. الاطار يعطي جماليه اكبر. ذرية تعكم مستوى الصوت موجود في الجهه اليسرى. من جهه هنا راح تشوف السماعه الخارجيه واليو اس بي صغير حجم، منفذ صغير، مايكروفون، وعندك زر خاص بالطاقه موجود في الجهه اليمنى. من هنا 3.5 ملم ومنفذ للمايكروفون. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.